أنا الآن أشتي سقاف خارجي يبان للناس، تمام؟ أشتي سقاف يبان للناس. بخلي هنا زايد وبركبه هذه الحافة، طبعا حق القماش لا، بخلي حق مسافة 3 ملي. فين بدق الإبرة؟ بدق الإبرة وسط، أنزل الإبرة كذا ركزي، نزلت الإبرة فين؟ وسط، هذا هو مكان العطفة. أني أدق فوق العطفة، في بعض ناس يفتحوا ويدقوا داخل، لا أني أدق فوق العطفة عشان تقع الدرزة قوية وما تنفتح. وأحاسب دائما أنه في الطرف هذا من القماش لابد يكون خارج القماش عن السقاف بمسافة 3 ملي، تمام؟ بمسافة 3 ملي، ركزي تمام وبندق الآن، ركزي تمام على السنة فين تندق، تدقي دلا دلا. شوفي كيف أدق، أنا بالعاني أدق هكذا عشان أنت كمان تدقي في البيت لما تتدربي هكذا. أهم شيء ركزي، أهم شيء سنة الإبرة في منتصف هذا الشريط المعطوف، وحاسب على القماش ما يروحش يمين ولا يسار، اثبت هكذا. واذا كانت حق الماكينه قديمه امسك من ورا كمان، الثاني ادق قليل واجلس الثاني وامسك وهكذا لما أوصل للنهاية. شوفي شوفي فين فين مدقوق، في النص حق العطفة، في النص حق العطفة، مش النص حق الياقة، النص حق العطفة الأولى، مش معي عطفتين، عطفة أولى وعطفة ثانية، النص حق العطفة الأولى، لازم تكون دقتك بالنص حق العطفة الأولى. الآن بقلب لا فين؟ الجهة الثانية. طب لما بقلب عشان يكون اتجاه، ركزي، بقلب ارجع الجهة الثانية كده، الأول دقيت كده صح؟ دقيت بالبداية هنا، أروح على الطرف الثاني وأقلب اللي دقيته لا داخل هكذا. شوفي في بعضهم لا تخليه هكذا الدقة، وتدخل هذا وتدق هكذا بحيث يصير الياقة من قدام وورا. طيب ده أنا مشتيوش من قدام وورا، مشتيش السقاف من قدام وورا مرة واحدة، لا أنا دائما أعمل السقاف مخفي من قدام وورا، ده له حالات وبعدين في مكاين خاصة فيه. أدق هنا، قلبت السقاف كله بحيث يبقى ظهر القماش من جهة والسقاف كله من جهة الثاني، السقاف كله من جهة الثاني وظهر القماش ما يكونش فيه سقاف، ركزي على ده الموضوع. ودائما سنة الإبرة حقي بالطرف، دائما سنة الإبرة حقي بالطرف. إذا في هنا زوايد، إذا في زوايد إما إني أقصها بالمقص كده حاجة بسيط، أو إني أثناء الخياطة أدخلها بإصبعي. ركز على سنة الإبرة فين تندق، دلادلة حد يجري بعدك، أهم شي الإتقان. في البداية بتكوني بطيئة لكن بعدين مع التدريب بتسرعي.
اهم شيء تدربي حواسك فين تشوف وفين تلمس وايش اللي تسمعه، حتى اذنك على الماكينة، على صوت الماكينة. بعض الأعطال نعرفها من صوت الماكينة. شوفي شوفي كيف، شوفي كيف، شوفي بالطرف الخياطات يدقوا بالوسط، والله تصبينة واحدة بس وخرجت لك الشناتي لحالك، لا نظافة لا اتقان. ايش تلبس قلابي اشتريها بالسوق من ديك بديك الطريقة واقلبسها، حتى مش لبسة قد تشنتحت بالتصبينة الاولى ولا الثانية. ايش اشتري بها هذه؟ هذه ماشي اشتريها، عن نفسي ما اشتريش، لو حد هداني اوكي، لكن اني منزل السوق واشوف زي كده